الشلل يلف الجمهورية، فبعد رئاسة الجمهورية ومجلس النواب سقطت الحكومة في المحظور ومعها ستطير المليارات ومصير موازنة العام 2015 ورواتب الموظفين في مهب الريح إذا طال الشلل. لحد نهاية شهر أيلول الاعتمادات رواتب الموظفين تخلص، بدك تجدد الاعتمادات، حتى تجددها بدك تعمل نقل من الاحتياطي العام. على كل حال وزير المالية حذرنا في آخر جلسة أنه ممكن موضوع الرواتب بصفي كله سواء قيد الدرس، لأنه هو منه مغطى من الناحية القانونية، فكيف لما ما بيكون في مجلس وزراء يجيز له ذلك؟ في إصدار بمليار دولار بيستحق به زيران، نحن مجبورين نرجع نصدر إصدار لندفع للناس مصيرتهم يورو بونت. إذا ما قدرنا ناخد قرار بأنه نقدر نتدين مليار بده يصير في مشكلة، وكأنه نحن عجزنا عن الإفاء، وهذا مش صحيح. ارتدادات الشلل السلبية لا تقتصر على ذلك، فمليار و400 مليون دولار هبات وقروض من البنك الدولي معلقة وتحتاج إلى عمل حكومي، وأبرزها المبالغ المخصصة لسد بسري وقيمتها 600 مليون دولار. ما الحكومة بدها تقدم من مجلس النواب بمشروع للاستقراض اللي بدهم يقروه، ثم في محطة كهرباء لزموها بالشمال اللي بتشتغل على الغاز، إذا جابوا غاز رصدوا المبالغ بدك أنه تسمح بصرفها. الوفد الصيني الذي أبدأ استعداد لاستثمار مليار و500 مليون دولار في طاقة وفقا لبرنامج أعدته وزارة الطاقة، كيف يمكن أن يتم هذا إذا كانت الحكومة معطلة؟ ولم تستبعد مصادر حكومية تعليق أعمال جلسات مجلس الوزراء إذا لم تصل المساعي القائمة إلى حلحلة، علما أن جدول أعمال الجلسة المقبلة لم يوزع على الوزراء لمناقشته. كوزير سيجد نفسه في يوم من الأيام يذهب إلى الوزارة وهو فاقد لكل الإمكانيات ولكل السلطات، وستكون هناك كمية من الموظفين الذين لا يقبضون رواتبهم، وهذا أمر يؤدي إلى فوضى لا سابق لها. هذه ارتدادات الشلل على المدى القصير، أما على المدى الطويل فالصورة سوداوية قاتمة.